اذا ايش الاسباب؟ اذا احنا بنعمل نستعمل سيكتور لما يصير السيستم اوفرلودد. انتوا احكوا لي ليش السيستم بصير اوفرلودد؟ كوزز اوف اوفرلودنج. ايمتى ممكن السيستم يصير اوفرلودد؟ يعني الهاندلنج كاباسيتي تبعته اقل من الاي ار. ايوه بس لما تتغير الظروف تمام، مثلا البوبوليشن زادت. ممكن احنا هاي بنيناها العماره بنيناها كنا متوقعين بوبوليشن 1000 ولسبب معين قرروا يحطوا فيها 1200 فطلعت يو زادت مثلا. تمام ايش كمان؟ اذا كانت شركه يكون فيها مثلا مقابلات هذاك اليوم كويس ماشي اوكي. اذا مثلا شورت تيرم انكريس في اي ار زادت اي ار احنا مفكرينها 12% في هذاك اليوم زادت ل 13-14%. تمام ايش كمان؟ حسب الرش اورز ماشي اوكي يعني ممكن نحطها هون انها شورت تيرم بس في اسباب ثانيه. نعم ممكن خرب مصعد تمام ممكن اوكي ماشي. وان اليفيتر اوت خرب وخرب يمكن فتره طويله مش خرب بس لمده يوم يمكن فتره طويله او بدنا ممكن احنا بدنا نعمل ريفيربشمنت في العماره. هذه نقطة مهمة. شو يعني ريفيربشمنت؟ ايش ريفيربشمنت بالعربي؟ تحديث، بدي اعمل تحديث، فبدي اعطل تنين واشغل تنين، عم ما اشتغل في التنين هذول، بقدرش اوقف العمارة لمدة 4 أشهر عشان اشتغل، فاحنا مشغلين تنين ومعطلين تنين، هذا في عندي اوفرلود، إذا هاي أحد الأشياء كمان أحد الأسباب ممكن نعمل هون ريفيربشمنت. فعندي منهم شيء بكون أوت أوف أوردر، نعم. ماشي مينتننس ريفيربشمنت اوكي. هذه تقريبا هي الاسباب، زادت البوبوليشن او كان هو اصلا اندر ديزايند، يعني اجينا عليه هو عملنا له كان اندر ديزايند لسبب معين في خطا معين، فهو السيستم من يومه مش بيحكوا عن شخص من يومه بيقولوا من يومه هو هيك صح؟ بيقولوا من يوم السيستم من يوم ما عمل له كوميشننج كان اندر ديزايند اوكي. فهدول هذه الاسباب اللي بعمل فيها، ولذلك اذا السيستم بدا يوصل 100% اوفرلودنج زاد الاي ار عن الاتش سي اللي هون وبدا يزيد، من احسن الاشياء اللي ممكن اعملها اعمل السكتري. او عشان اوفر هلا صاروا ايش يعملوا؟ صار يجي يقول انا هاي العماره بدي اعملها ديزاين، بس بدي اعملها ديزاين على اساس انه السكترينج اصلا موجود فيها او الديستنيشن موجود فيها. اذا هون ممكن نضيف شيء يعني هو مش 100% صحيح اوفرلودنج تو سيف وان اور مور الليفيتر بالديزاين الاصلي من البدايه. فبنيجي بنقول احنا هاي العماره راح من يومها من اول يوم راح نركب فيها السكترينج سيستم هذا بحيث انها تقدر لما يصير في بيكس اشغل السكترينج وتقدر تتعامل مع الزياده اللي موجوده هون. وفعلا هلا هون